لإطلاع الرأي العام ومواجهة الشائعات بشأن الأوضاع في شمال بابل، اصطحب محافظ بابل مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية إلى منطقة شاخة واحد الواقعة في ناحية اللطيفية جنوب بغداد، وهي من المناطق التي تم تحريرها بعد أن كان تنظيم القاعدة يسيطر عليها طيلة السنوات الماضية، وهي اليوم تحت سيطرة القوات الأمنية بعد معارك طاحنة دارت هنا قتل على إثرها 12 عنصرا من داعش. بعد أن وصلتنا معلومات استخباراتية عن وجود تعسكر لهم في هذه الأماكن، تم تحريرها من قبل الأجهزة الأمنية والسيطرة عليها، ولاحظنا وجود آثار في هذه المنطقة من آثار تعذيب. عدد القتلى كانت عمليات تمكنوا من قتل أكثر من 12 إلى 13 عنصر، وأيضا إصابة بعض منتسبين بعمليات تطهير في هذه المنطقة. جميع هذه المنازل هي عبارة عن معسكرات لتنظيم القاعدة، أما هذا المنزل فهو كان المحكمة الشرعية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ما زالت آثار المشانق والتعذيب فيه فضلا عن اكتشاف مقبرة لكنها لم تفتح إلى الآن. هذا البيت اعتبره محكمة شرعية لهم، يعني ينفذون به حكم الإعدام. شوفوا المشانق مالتهم، يعني اعتبروها داعش هنا المحكمات الرسمية لهذه المنطقة الشاخات. في هذا المكان الذي أقف فيه الآن كان يضم المحكمة الشرعية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومنازل للتعذيب ومقابر جماعية تروي قصص يندى لها جبين الإنسانية. وفي الحلة تنتشر الكثير من معسكرات التدريب التي تقوم بتأهيل وتدريب المقاتلين وإرسالهم إلى ساحات المعارك لقتال تنظيم داعش، استنادا إلى فتوى المرجعية الدينية، وهم مقاتلون من مختلف الأعمار والأطياف. يحدوهم الأمل بالمشاركة بمعركة العزة والكرامة لكي يقارعوا الظلم ويقارعوا الدواعش الغرباء الذين يرمون بالبلد والشعب العراقي الشر. أما هنا في هذا المعسكر تم تشكيل فيلق العقيدة المكون من 4 ألوية من محافظات الفرات الأوسط، ويضم مجموعة كبيرة من مقاتلي الأهوار ممن قارعوا النظام السابق ويتلقون تدريبات على حرب العصابات وحرب الشوارع. فيلق العقيدة احنا مشكل من 4 ألوية، لواء الإمام الحسين في كربلاء، لواء الإمام علي في النجف الأشرف، ولواء الإمام العباس في بابل، ولواء الإمام المهدي المنتظر في الديوانية. ومنهم من أخواننا المجاهدين والذين شاركوا في مناطق الأهوار ضد النظام الطاغي نظام صدام. ميثم الشباني، الحرة.